فرحة حمزة الصنهاجي. تقدم حمزة الصنهاجي، ممكن الثاني يراوغ حمزة الصنهاجي جفاف، يحطها على طريقته الخاصة، الطريقة التي تميز من خلالها اللاعب السوري عدي جفال ليسجل أول أهداف المباراة. كنا مجهود كبير يحسب لحمزة. هنا ممكن تكون أكثر دقة فيه، يبدو بأن فيها، لأن قدم محمود سعد لامست قدم حمزة الصنهاجي. بدفاع نادي الشمال يهرب من الجهة اليسرى، والتوزيع واللمسة الأخيرة من أوتشي كالو المهاجم النيجيري يتمتع. حمزة الصنهاجي أوتشي كالو وعبد العزيز عادل، وإذا حمزة الصنهاجي مرة أخرى يستعرض بعض الفنيات مواد. هذا حمزة الصنهاجي نانا في موقف تسلل، واعتقد ان جاكر بيومي هنا تعود الى الطرف الايمن مره اخرى، واحده الثانيه في اي مكان، التقدم البحث، لكن بالتالي تعود، لا زالت قائمه المواجهه. هنا جول، هنا في المكان المناسب، هنا التقدم، هنا التمرير، لاحظ المواجهه، التسديد على كيفها الى الشباك، قد ذهبت. واول الاهداف في هذه الامسيه، بالتالي الاسلوب قد اعتدنا. 50% تحدث عن 50%، كرة وصلت إلى الأمام، هذا التقدم والمحاولة، تعادل قد يكون قائم، نعم تعادل جول. يخرج من الشوط الأول وهو متأخر، يريد الخروج بنتيجة إيجابية على نادي معيذر، وهدف سيعطي أريحية للمرخية في الدقائق القادمة. لكن شوف الهدف، نقلات سريعة، يا سلام، هذا هدف ملعوب. الله 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 يا حمزة يا صنهاجي، هداف ولعيب. شوف لما مر وعدل الكرة على قدمه اليسرى وأطلق قذيفة يسارية في أقصى الزاوية اليمنى، هدف للمرخية ثانية. يأتي حمزة الصنهاجي، هداف ولعيب، وبالقدم اليمنى يسدد، ما عنده مشاكل، باليسرى يسدد، ما عنده. حمزة الصنهاجي على التنفيذ ضربة الجزاء في الدقيقة الخامسة أو في الدقيقة السادسة. حمزة جول، لا بديل إلا بالفرصة، لا بديل إلا بالرغبة، لا بديل لرجال المرخية، رجال الحزم. بعد ركنية كانت من أسامة موسى، والصنهاجي يتمكن من مغالطة الحارس محمد مبارك بهذه الكيفية، يصعد يرتقي أعلى من الجميع ويتمكن. ومواجهة الشحانية، هذا أتى وتأكد من علامة الجزاء حين وضع حمزة الصنهاجي كرة الهدف الخامس في شباك، والهدف الاول لمصلحة نادي الهدف الاول، نعم، لحمزة الصنهاجي، والهدف الثاني لمصلحة نادي المرخية بهذه المباراة. نحو الامام، صنهاجي استلام، صنهاجي تقدم، صنهاجي تسديد، لكن بالتالي راحت الكرة الى دبنكا، طلع للكرة الهجمة المرتدة والسريعة من جانب الصنهاجي ويطلعها بكل اقتدار، ودي هجمة اهوت، يا سلام على الرأسية من الصنهاجي اهوت، والله مش عارف كان قاعد على الدنيا. وصل بالمنتصف مرة أخرى إلى الجهة اليمنى، كانوا بلمسة الصنهاجي بمروره، الصنهاجي للمرخية من جانب حمزة الصنهاجي، يصوب قوية الصنهاجي، وكرة في الركنية قادم لمصلحة المرخية، كرة خطيرة. شوف هنا العرضية، الله حمزة الصنهاجي، أو هذا حمزة، نعم حمزة الصنهاجي البديل في الشوط الثاني، يلعب رأسية ممتازة، لكن العارضة كان القارة الآسيوية. تسديد المدرحة